السلام عليكم، معكم مراد مجود، فنان مغربي مقيم بالديار البلجيكية. بالنسبة للمسار ديالي، بديت موهبة، كانت عندي موهبة في الطفولة ديالي، وفي سن 10 دخلت لدار ثقافة بمدينة وجدة للموسيقى، درت سولفيج، ومن بعد كملت في دار بنو سينا. من بعدها كونا مجموعة موسيقية وبدينا كنشتغلوا أفراح، حفلات، سهرات. ومن بعد دخلت في الاحترافية، يعني استوديو توزيع الموسيقي، و بحثت في هندسة الصوت. دابا أنا موزع ومهندس صوت، يعني الاشتغال ديالي دابا يعني موزع موسيقي ومهندس صوت. بالنسبة للصعوبات، يعني مثل أي فنان كيواجه صعوبات، فأنا استطعت باش نتغلب عليها بالإرادة وبالعزيمة. فخدمت كما قال واحد المثال، من جد وجد ومن زرع حصد. فأنا يعني ما ديتهاش في ديك الصعوبات، خدمت فالحمد لله، يعني كانت النتيجة بالنسبة لنوع الصعوبات ما نقدرش نقول لك، يعني ما نبغيش نذكر الحواج اللي هي نيجاتيف. فأنا كما قلت لكم تحديتها بالإرادة وبالعزيمة، يعني ما كتهمنيش صعوبات وما بغيش نتفكر صعوبات اللي دازت. بالنسبة كيفاش كنجمع ما بين الكتابة والتلحين والتوزيع وهندسة الصوت، بالنسبة للكتابة ما كنكتبش دائما، بعض المرات ملي كيكون عندي الخاطر كنكتب، يعني ماشي الاختصاص ديالي الكتابة. عندي أصدقاء ديالي هما اللي كيكتبوا لي، ولا كاين بعض الكتاب. أما بالنسبة للتوزيع وهندسة الصوت والغناء، يعني هذا الاختصاص ديالي، كنكون يعني كونسونتري، ويعني نكون مركز مزيان، يعني التجربة هي اللي كتخليني دائما، يعني التجربة هي اللي كتخليني يعني ما كنحش بهذاك، يعني الهندسة ديال الصوت والتوزيع، وهذا يعني كيجيني الحمد لله سهل. بالنسبة للألوان ديال الموسيقى اللي كنميل ليها أنا بزاف، صراحة أنا كنسمع كل شيء، يعني كنسمع العصري وكنسمع الفولكلور، ولكن كنميل بزاف كل ما هو فولكلور، إما أمازيغي ولا عربي ولا جزائري ولا تونسي، ولا يعني الفولكلور يعجبني بزاف، واخا كيكون غربي، واخا ما كنفهمش ديك اللغة، مي الفولكلور كيعجبني، يعني كل ما هو قديم وتراث كيعجبني. بالنسبة لهذا السؤال هذا، يعني باش نفاجئ الجمهور، نقدر نفاجئه ونقدر ما نفاجئوش، يقدر ما يعجبوش العمل. ما احنا دائما احنا كنخدموا وما نكونوش واثقين برسالنا بزاف، لان غادي تكون الغرور وتكون انا غادي نقول لك يعني غادي نفاجئ الجمهور. نقدر انا نحاول ندير اعمال جميله، ونحاول نجمع ما بين مغنيين اللي هما تبارك الله في المستوى، يكونوا معايا اونديو ولا نشتغل معاهم في شي اعمال. مي هذا الشيء تيسير الله، ما عرفت يعني سا ديبون، الجمهور هو اللي يحكم. اما باش نقول لك انا غادي نفاجئهم، نقدر نقول لهم انا غادي نفاجئهم وما نفاجئهمش. هذا هو. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.